كنا عم نحكي تحت الهواء نرمين انه في اشخاص محرومين من انه يشربوا هاي المشروبات، جميع العصائر. وخصصنا فقرتنا الثانيه الطبيه رح تكون عن مرضى الكلى اللي هن خصصوا اعمال توعويه من المقاييس الهامه اللي بتدل على نجاح المجتمع وتطوره، ولا سيما عندما تكون هي التوعيه بالمجال الطبي. وبمحطتنا التاليه رح نحكي عن حمله اهليه توعويه لاكبر تجمع لمراكز غسيل الكلية في سوريا وتحت عنوان دعمكم حياة، مع المدير التنفيذي لجمعية حي الأقصاب الخيرة مركز غسيل الكلية الأستاذ صفوان الحموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، إن شاء الله رمضان مبارك. رمضان كريم يا رب، أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن حملة تحت عنوان دعمكم حياة، هاي الحملة بدأت ب 18/3 ومستمرة، خلينا نتعرف أكثر عنها. طبعا وقت بنحكي عن اكثر من 5100 جلسه غسيل شهريا تجرى لاكثر من 600 مريض، عم نحكي عن 10 مراكز خيريه بدمشق وريفا وفي مركز بحمص. فنحن عم نحكي هلا عن حمله دعمكم حياه اللي هي اكبر تجمع لمراكز غسيل الكلى الخيريه في سوريا، اكبر تجمع بيخدم اكبر عدد ممكن بشكل خلينا نقول مجاني وانساني. هي اللي هي دعمكم حياة، حملة شفنا انه لازم نحن انه نشبك مع بعض ونحط ايدنا بايد بعض لحتى نقدر انه نقدم الخدمة لهالمرضى بشكل دائم وبشكل لائق وبشكل انساني. فهذا التعريف العام بحملة دعمكم حياة. خلينا نتعرف منك عن اهم اهداف هي الحملة يلي صارت. تمام. هلا الحقيقه وقت نقول نحن دعمكم حياه، الدعم لمين موجه؟ الدعم الحقيقه قد يتبادر للذهن فورا انه موجه لمريض الغسيل، هو هذا صح، نحن موجه الدعم لمريض الغسيل، مريض الغسيل بحاجه للاستمرار، لا يمكن انه يتوقف، اللي عنده جلستين بالاسبوع بده ياخذهم، اللي عنده ثلاثه بده ياخذهم، فما فينا لا نعتذر منه ولا نوقف له الجلسه، فهو بحاجه لدعم دائم. ومريض الغسيل ومركز الغسيل هن في حالة هاجس دائم لتأمين الجلسة الجاية بكافة متطلباتها. عم نحكي عن الدعم كمان، بنقول الدعم هو مقدم للناس اللي لسه ما دخلت بهذا المرض. الناس اللي ما دخلت بهذا المرض نحن بحاجة نقدم لهم دعم لحتى ما يفوتوا بهذا المجال. أحيانا في أشياء كتير بسيطة ممكن إنه إجراءات ناخدها نحن الناس الأصحاء حتى انه ما يوصلوا لهون لموضوع الغسيل. يعني مثلا الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر، فهن مركزين اتجاههم انه عم يعالجوا الضغط والسكر، لكن ما لهم مركزين اتجاههم انه هذا يتداخل معه موضوع الكلى بشكل كثير كبير. فانا اليوم انا بدي راقب هذا الامر، بدي راقب الكلى مع مراقبتي لمرض الضغط ومرض السكر. ممكن تحاليل حوالي 60 او 70 الف ليره كل 6 اشهر بتتساوى بتغنيني اني اوصل لموضوع المرض. اليوم الجلسه الواحده عم تكلف 300 الف، يعني مريض الغسيل بده بالشهر شي 3 ملايين ليره. فاليوم تحاليل كل 6 اشهر ب 60 70 الف ليره ممكن انه ما توصلني لهون. اليوم مريض السكري متابعته الجيده لحميته لادويته ممكن انه ما توصله لحتى يزيد الهم هم ويزيد المرض مرض، يكون بالسكري يصير بالفشل الكلوي. اليوم احيانا في بعض العوامل الوراثيه واللي هي النسبه الاقل من مرضى الفشل ممكن انه يعني يحاولوا ما يوصلوا بسرعه لهذا المرض او يخففوا من وطئته. فاليوم نحن الدعم كمان موجه لهي الفئه، فئه الاصحاء، مشان ما يوصلوا للمرض. الدعم كمان اكيد مقدم لازم يكون للمراكز اللي عم تقدم هي الخدمه. فالمراكز اليوم بحاجة للدعم بكافة أشكاله لحتى تتم على قيد الحياة مثل ما بيقولوا، أو ماشية أو مستمرة. فالدعم متعدد الأشكال الحقيقة، والحياة هي بشكل أساسي لهالمريض هذا اللي عم يغسل، لأنه هالجلسة هي حرفيا تساوي حياة بالنسبة له. اليوم ما في جلسة فمعناته ما في حياة بالنسبة للمريض، فهي فعلا بكل يعني شفافيه هي مساله حياه او موت بالنسبه له موضوع جلسه الغسيل. فهو حياه له، وبالمعنى الاعم والكبير والانساني هي حياه لنا نحن.
اليوم نحن اي حدا عم يدعم هذا المريض فهي حياه له. اليوم انا العطاء، اليوم انا وقت بكون عم ساعد حدا غيري عنده اشكاليه انا ما عندي اياها، فحقيقه بكون انا عم بعطي حياه معنويه لإلي، عم كون عم بعطي حياه معنويه لكل هالناس اللي عم تقدم هذا الدعم، وتشعر بانسانيتها، تشعر بالرحمه، تشعر بالتكاتف، تشعر بهالناس يلي مصابين بهذا المرض. فأكيد الحياة عم تكون للمريض، والمريض نحن إذا كنا عم نمنحه أسباب الحياة فهو المادية، فهو عم يمنحنا أسباب الحياة المعنوية لحتى نعيش بشكل إنساني، نعيش كبشر، نحس إنه نحن عم ندعم غيرنا. فهذا بشكل عام إنه دعمكم حياة الهدف، خلينا نقول الأساسي من الحملة. فقلنا نحن توعية، وقلنا نحن كمان بدنا كمان من أهداف الحملة التوعية للجهات المعنية كلها. يعني اليوم نحن في طرف اللي هو المريض، في طرف اللي هو المركز، في طرف اللي هو الجهات الموردة. يعني أنا اليوم عم باخذ مواد، فأنا بحاجة كتير لدعم هالجهات الموردة إنه يكون في شوي رحمانية بالأسعار، يكون في شوي رحمانية بتقديم هالمواد، بحاجة لدعم من الجهات خلينا نقول اللي عم تقدم لي المواد اللوجستية، محروقات، كهرباء. فاليوم أنا بحاجة لدعمهم، يعني بحاجة إنه يعرف اللي عم يعطيني هالمادة إنه هي لها علاقة بحياة إنسان، بحياة هالفئة من الناس. فكمان من أهدافنا إنه نحن نضوي على عمل هالمراكز حتى للجهات الرسمية وحتى للجهات التجارية اللي متداخل عملها مع عمل هاي المراكز. نضوي كمان بالتوعية على الناس المحيطين بهذا المريض. فاليوم كمان انت كتير ضروري انك تقدم له دعم لهذا المريض، ما يحس انه عالي، ما يحس انه هو ماله دور، ماله شغل. احيانا انا كرب عمل عندي مريض غسيل، فهذا له وضع خاص، هذا بده يضطر يغيب بيومين او ثلاث ايام بالاسبوع. فانا يعني فيني انه ما افصله، فيني اني ادور له على عمل يتناسب مع طبيعه مرضه. في كثير من مرضى الغسيل هن مؤهلين علميا وحرفيا، بس ما عم يلاقوا فرصة عمل للأسف، لأنه ما كل الفعاليات بتتقبل أنه والله بده يغيب هالفترة. هو عم يغيب مجبر، يعني ما هو بإيده أنه والله هذا الغياب. فاليوم الأهداف الحملة بتشمل مثل ما قلنا التوعية على كل هالمستويات لحتى نقدر نوصل هذا المرض مظلوم. يعني كنا عم نحكي قبل شوي ما له أخذ حقه من التوعية. الحقيقة نحن وقت بنحكي عن 850 مليون مريض فشل كلوي بدرجاته المختلفة حول العالم، فعم نحكي عن عشر سكان الأرض. فهذا رقم مهول، رقم مخيف كبير كتير. فشلون أنا بدي أعمل جهدي إنه أول شيء أدعم هالناس اللي وصلاني لهون، وبدي أعمل جهدي إني ما وصل أكبر عدد ممكن من الناس لهون. فهي المعادلة اللي عم نحاول نحققها بأهداف الحملة. لما عم نحكي نحن عن حملة أهلية توعوية أكيد بيكون في كتير من المعلومات اللي ممكن تتقدم للناس. خلينا نحكي أكثر عن أبرز المعلومات عن هذا المرض يلي ما بيعرفه العالم، أو أبرز النصائح يلي ممكن توجهوها كونه نحن نستفاد من وجود حضرتك يعني على الهواء مباشرة ونقدم هاي النصائح للناس. تمام. هلأ نحن بشكل أساسي هو موضوع الوعي. يعني نحن الحقيقة بحاجة لوعي كبير. اليوم نحن هلأ عم نحكي على الناس اللي لسه ما دخلت بهذا المرض، فلازم يكون في وعي كتير. يعني نحن من أحد العناوين اللي حاطينا بالحملة إنه مسكنات اليوم آلام الغد. يعني اليوم الناس اللي عم تاخذ المسكنات بلا وعي، واللي هن شريحة كتير كبيرة من الناس، ما لعرفانة إنه هالمسكنات وين حتوصلها. حتوصلها لفشل كلوي من حيث لا تحتسب. يعني بتجي فجأة الشغلة، ما بيلاقي، وخاصة اللي ما بيعمل تحاليل، خاصة اللي ما بيتابع حاله. كلياتنا معرضين لهذا الأمر. فاليوم وقت اللي عم باخذ الأدوية بشكل غير مضبوط، أدوية المسكنات، الأدوية العصبية، وقت عم باخذها بشكل غير مضبوط، هي حتوصل على الفشل الكلوي. اليوم وقت بكون أنا مريض سكري أو مريض ضغط ومالي عم تابع موضوع الكلية، عم ركز بس على مرضي اللي هو الفشل أو الضغط أو السكري، فبكون أنا عم ماشي باتجاه غسيل الكلية ومالي حاسس. اليوم وقت بكون أنا مالي عم دير بالي على نوعية الغذاء، على نوعية الأكل اللي أنا عم باكله، فأنا ماشي باتجاه مرض الغسيل ومالي حاسس. فاليوم كتير مهم موضوع الوعي. اليوم كتير مهم أني أنا انتبه على حالي، أنه شو الممارسات اللي أنا عم ساويها.
اليوم كمان قلة الشرب، يعني في ناس كثير بتقول لك انه والله انا ما بشرب، فكمان هذا بيوصل لهون. اليوم الافراط بتناول العصائر والمكثفات هي بالزياده والمشروبات الغازيه، هذا كله بيعمل دور، يعني كله بيوصل، يعني برد اقول انه هو موضوع الوعي. نحن كثير مهم بنفس الوقت كان في دعم نفسي لهدول المرضى. نحن هلا عم نحكي على اللي ما وصل للمرض، اللي ما فات بهذا المرض، فنحن بحاجه لوعي كثير كبير مشان ما نوصل. رقم مخيف 850 مليون. طيب المرضى خلال الحمله كان في، خلينا نروح شوي على الجانب الخاص، كان في لهم دعم نفسي اكيد، يعني كنتوا متوجهين لهذا الموضوع؟ هلا اذا بنقول على الشق تبع المرضى، طبعا اكيد اليوم نحن الخدمه قلنا اول ما كنا عم نحكي انه الحمد لله بالمراكز الخيريه، وهذا شيء مشهود، يعني انه الخدمه بنقول نحن مجانيه وانسانيه. يعني اليوم المرض وقت العمل وقت يؤدى باخلاص واتقان، فهو احنا ما بنعتبره مجرد عمل، انه والله انا عم ادي وظيفتي، انا عم ادي واجبي. وقت اليوم العمل عم يكون يتقدم بشكل ببسمه باريحيه، اليوم المريض عم يجي يقضي عنا وقت كبير بالاسبوع، فنحن تقريبا مثل الاهل، بنحكي لهم بيحكوا لنا، في عنا ممرضين مختصين بيقدموا الدعم النفسي لهدول الفئه، مشان ما يحس هو حاله انه عالي، انه لا انت مرحب فيك، اليوم انا مسخر لك، يمكن بيوم بحاله ثانيه بموقف اخر تكون انت مسخر الي، فلا انت مالك عالي، اليوم انت في عندك هذا المرض لكن في عندك ميزات اخرى، في عندك اشياء اخرى انت ممكن تقدمها. فموضوع الدعم النفسي كثير مهم للمريض، لانه كمان بياثر على الحاله الصحيه، انه بحسن من الحاله الصحيه، فهذا مطلوب منا نحن كمراكز، ومطلوب من المرافقين والاهل والناس المحيطين بالمرضى، وهذا عم نحاول كثير نضوي عليه بالحمله. طيب. ولو هيك سريعا خلينا نحكي اذا كان في صعوبات اليوم بالحمله واجهتكم شو هي، او اي رساله بتحب توجهها لاي حدا؟ تفضل. هلا الحقيقه الصعوبات في كثير، يعني اليوم نحن بدءا من المريض في عنده صعوبات بالتنقل حتى يوصل لعنا، حتى يرجع على بيته، في عنا صعوبات بتامين فرص عمل لهالناس، في عنا صعوبات بتامين المستلزمات، يعني اليوم نحن في عنا مشكله بالمحروقات دائما، هي مشكله مزمنه دائما، بحاجه لانه الجلسه وقت ما في كهرباء بدها مولده، فنحن بحاجه محروقات، مثل ما قلنا قبل شوي نحن عم نحكي عن مساله موت او حياه، يعني عم نحكي عن صعوبات تتعلق بمواد الغسيل وتكلفتها العالية. اليوم نحن المريض قلنا عم يكلف بالشهر حوالي 3 ملايين ليرة، نحن يعني كثير بنخاف انه نوصل لمطرح انه نعتذر من حدا من المرضى، او نقول انه ما عاد نقدر، او نخفف عدد الجلسات. اليوم مريض الغسيل اللي عم يغسل بمراكز الخيرية ما له بديل، يعني ما له بديل انه والله اذا ما غسل عنا يروح على مشافي العامة، مشافي العامة يعني مفللة، يعني الاعداد فيها يعني اكثر من طاقتها، فاليوم مريض الغسيل ما له بديل عن انه يطلع من عنا. فاليوم نحن هي صعوبه كثير موضوع التامين الموارد الماليه للغسيل حتى ما نوقف، انه نتم مستمرين. فمن احد اغراض الحمله انه نحن نحط المجتمع كله بالصوره انه في فئه من الناس هي ما لها قليله عم تغسل، نحن كلياتنا مسؤولين. نعم. يعني بنقول لمريض الغسيل انه مو هي مشكلتك، والله اخي مشكلتك انت دبر حالك، لا هي مشكلتنا كلنا، هي مسؤوليتنا كلنا. انا بدي اوصل رساله لمريض الغسيل انه انت مالك لحالك، انه نحن كلياتنا معك، انه نحن كلياتنا عم ندعمك. المجتمع كله هذا مسؤوليته. فاليوم نحن عاملين بأحد وسائل الدعم مثلا عن طريق سيرياتي الكاش، ممكن بألف ليرة وبألفين ليرة وبخمسة آلاف ليرة ممكن أني أنا أدعم، ممكن تطبيق موبايل بنكي بنك سوريا الدولي الإسلامي، كمان ممكن عن طريق الجوال وأنا قاعد ببيتي بدون ما أروح ولا أجي أقدم مبلغ مهما كان صغير لحتى أقدر أني أدعم هالناس. ما أقول أنه والله أنا علي أعباء كثيرة وأنا ما بلحق، عليك أعباء كثيرة، يعني هو رزق هالناس الله بده يسألهم، يا من عن طريقك يا من عن طريق غيرك.
فما حدا يخاف على حاله، يعني رزق مقسوم إن شاء الله. أكيد. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا أستاذ صفوان الحموي، المدير التنفيذي لجمعية حي الأقصاب الخيرة ومركز غسيل الكلية. بدنا نشكر وجودك وأهلا وسهلا فيك. نتشكركم نحن، ووجودنا معكم هو جزء من دعمكم لهي الحملة، وقت نكون نحن عم نضوي للناس على هالمعلومات هي، فكتير شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. مبارك جهودكم، وشكرا كتير لوجودك معنا، وبالتوفيق بالحملة. أهلا وسهلا فيك.